خلونا دلوقتي نروح مرة تانية لزميلتنا هالة، المرة دي بقى نعرف منها أخبار تفاصيل المسلسلات والأخبار الفنية. تفضلي يا هالة. شكرا يا فسنت، شكرا يا أحمد، أهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم. هتدفع الثمن غالي يا شيخ موسى. وقد اخترتموني وليتموني ولست بأفضلكم. أنا مش هخلي الصبح يطلع على جعفر بعمر. حد الشبوة الصغيرة يا ياسين، بينك وبينه إيه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش. لما تتكلمي مع الكبير اتكلمي بأدب. سيبياته كلها معايا، يعني يوم ما يفكر يعمل معايا الدنيئة هيلاقي نفسه في السجن. تحولت عيلة السنينة من عيلة غلبانة ومقصورة لعيلة ليها مخالب وأسنان. الرجالة دي مش هتصبر علينا لو ما لقيناش حاجة في المقام ده. المرة الجاية لو كيفك جابك انك تتعنطر، تعنطر على شنب مش على حرمة. دي حرمة ما داسها جدعة. ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ انت هترجع ولا ايه؟ لا انا بستغرب بس. يا بيه فين اللي بتخن معاه؟ ايه موسم البطة ابتدى ولا ايه؟ برجع لك تاني، هخلي لك الدمج للركب. هو ينفع يعني السلحفة تساب الارنب؟ هو احنا هنا فين؟ فين يعني؟ في المدينة اهو، مدينة الانتاج الاعلامي اللي هي بيصوروا فيها المسلسلات صح؟ نبدأ نشرتنا الفنية مع فريق عمل مسلسل سوق الكانتو اللي كشفوا عن صورة جديدة من موقع التصوير ظهرت فيها مجموعة من أبطال المسلسل، وهم النجم أمير كرارة ونجمة مي عز الدين والنجم فتحي عبد الوهاب ومها نصار، ضياء عبد الخالق، أحمد علي وغيرهم، بجانب مخرج العمل حسين المنباوي. والنجمة منى زكي وأسرة مسلسل تحت الوصاية موجودين دلوقتي في إحدى المدن لتصوير المشاهد الأخيرة من المسلسل، وباقي لفريق العمل حوالي يومين في عرض البحر للانتهاء من التصوير بشكل كامل. فريق عمل مسلسل جميلة انتهى من تصوير جميع المشاهد، واحتفل نجوم العمل بانتهاء التصوير في اللوكيشن الأخير. مسلسل من بطولة النجمة ريهام حجاج، عدد كبير من النجوم، واستمر التصوير 3 شهور، حقق نجاح كبير خلال الفترة اللي فاتت من خلال قصة مشوقة تفاعل معها الجمهور. النجم ياسر جلال اتكلم عن نجاحه في شهر رمضان من خلال مسلسل علاقة مشروعة، وقال إن النجاح ده نعمة من عند ربنا، وإنه سعيد بالنجاح دوت، وإنه على مستوى المسلسل والجمهور والنقاد والميديا والسوشيال ميديا كمان، وقال إن ده كان دور تجربة وقدمتها تماما، وقال إنها كانت مختلفة، كان يهمني نجاح المسلسل لأنه دور مختلف ومركب. فنان محمد علاء قال إن المخرج اللي يسحقه صاحب ترشيحه للمشاركة في المسلسل التاريخي رسالة الإمام اللي بيخوض بيه تجربة مختلفة في مشواره الفني، وإنه لأول مرة بيلبس عباية شخصية تاريخية. محمد علاء بيقول إن الأدوار اللي زي دي كنت بفتقدها جدا، خصوصا إني محب لتأدية الأعمال باللغة العربية من بداية ما كنت بقدم عروض على المسرح في بداية مشواري. الفنانة سماء إبراهيم قالت إن حلقات مسلسل الكبير قوي بتحمل رسائل هامة وهادفة بشكل كوميدي، وقالت كمان نجاح الدور اللي بقدمه في المسلسل هو كرم كبير من عند ربنا، وما كنتش متوقعة أبدا تفاعل الجمهور مع شخصية الكبيرة وحب الناس للدور اللي قدمته. وخلصت نشرتنا الفنية، هنرجع تاني لفسنت وأحمد عبد الصمد استكمال باقي الفقرات. صباح الخير يا مصر، عودة ليكم مرة تانية. شكرا لك يا هلا.